يا ترى كيف صار عمي هلأ؟ رح أروح أشتري خبز، بنفطر وبعدين بروح بشوفه. أنا بروح أخي. عمر خلص لا تزعلوا، الحمد لله أنه ما انأذيته، الباقي مو مهم أبدا. نحن اشترينا العربة هي بمصاريك. ليش في شي اسمه مصاري ومصاريك عمر؟ مو نحن أخوة؟ بعدين بنقدر نصلح العرباية، في معنا مصاري. كسروها الحيوانات، مستحيل تتصلح. ما علينا، خلونا هلأ نهدى ونسكر على الموضوع بلا ما تنتبه أمل. إذا حدا سألك شو صاير لك بتقولوا قعد. أنا رح صب شاي. ماشي حبيبتي. لك شو هاد؟ محمرة ومزرقة. يا ربي ليش هالوجع ما عم يروح أبدا؟ يلا كلا سخنة قبل ما تبرد. يا إبيك يا أوجان تعوا يا أولاد. ماشي أمي جايين بس شوي. أرهان شبك؟ والله ما بعرف، أنا تعبان كتير. شبك شهقتي؟ لساتني عايش. حطيتي شوي لأولاد أخي؟ إيه حطيت لهم شوي على جنب مشان ما تضل تعصب، بس لو إنك بتفكر بمرتك وأم ولادك مثل ما بتفكر فيهم. شنقول حاجتك بقى بلا هالحكي الفاضي. يلا أعطيني ياهن. خلص أنا باخدهم. لا حطيهم بالصحن، أنا باخدلهم ياهن. أنت اقعد أنا باخدهم. عامل لك ما في داعي، أنت خليكي. ليش؟ عم تخبي عني شيء أرهان؟ لك شو بدي كون عم خبي؟ أستغفر الله، ليش كل هذا التحقيق؟ خلص ما بدي لا فطاير ولا غيره، أساساً الأولاد بيكونوا فطروا. إيه وإذا بياكلوهم بعدين؟ عمر انت قطع الخبز. صباح الخير عمي. خير؟ انت كتير موجوع؟ انا منيح لا تشغل بالك، بس طول الليل ما قدرت نام ابدا، حاسس اني حموت من قهري وما بعرف شو بدي ساوي. لا تعمل هيك، ليش عم تقهر حالك كل هالقد؟ طلع نحن بخير، تجاوزناها والحمد لله أنت فوق راسنا. بترجاك لا تقهر حالك. حضرت لكم أطيب فطاير، يلا كلوهم سخنين. صحتين وهنا يا أولاد. تسلم إيديكي مرت عمي. العفو بنتي، صحتين وهنا. شو صاير لوشك عمار؟ طلع فيني لشوف. خلاص مرت عمي ما في شي. ما في شي، لا تضغطي على الولاد. شي نقول؟ ايوة لا مبين في شي. طلع على وش عمر وقدير. وانت من لما رجعت مبارح بالليل مانك عبعضك؟ اخ لا تكونوا تخانقتوا مع شي حدا ووقعتوا حالكن بشي مصيبة. يلا لشوف جاوبوني. عمي أرهان بترجاك فتح عيونك. أرهان أبي أبي نحن جنبك لا تقلق. لو سمحت بعدوا عن المريض. أرهان
راح، راح زلمة مثل الجبل نهار قدام عيوننا. يا ربي دخيلك، ليش هيك عم يصير؟ يعني ما رح نشوف يوم حلو بحياتنا. بركي صار له شي، شو رح نساوي وقتها؟ أبي ما رح يصير له شي. شو عرفك؟ وهنن هيك كانوا يقولوا. انتوا قرايبينه للمريض؟ انا مرته. مو انا ابنه. زوجك امتى ساءت حالته؟ يعني كان عم يشكي شي من قبل؟ اجى امبارح المساء وكان مبين عن وشه انه تعبان، قلت له شو صار؟ قال لي وقعت، ما في شي مهم. بعدين وقع على الارض وشفته هيك نازل دم من تمه. يا دكتوره الحقيقه عمي ما وقع لحاله دكتوره. صار معنا مشكلة مبارح وأكل ضربة على صدره. يعني ضربة بالإيد؟ لا، هذا الحجر اللي بيحطوه على جنب الرصيف من شان ما تصف السيارات. عمي وقع عليه. تمام. يمكن يكون معه نزيف داخلي. أول شيء رح نفحصه وبعدين منخبركم بوضعه. ممكن دندن يرم بلكي gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat.